سلمى، اليوم رح ننتقل لأولى محطاتنا لليوم بعالم الديكور. واليوم لما نقول عالم الديكور بننقز شوي، يعني مع التكاليف العالية، غلاء المواد بشكل كتير كبير، بيقولوا لك بدي ديكور فخم وأنيق. لما نقول هاي الجملة دائما بتترافق بس بدها تكاليف عالية، في مبلغ مادي كبير بدك تحطيه، فدائما هون الواحد بيوقف شوي عند هاي الخطوة. مزبوط نور، يمكن بهذا الوضع اللي نحن فيه الكل صار يسأل هذا السؤال، أنا كيف فيني أعطي فخامة للبيت؟ كيف فيني زيد إضافات وأعمل شيء مميز ولكن بتكاليف قليلة؟ معادلة صعبة ولكن ممكن تكون سهلة ببعض الطرق المدروسة واللي رح تخبرنا عليها طبعا مهندسة الديكور ضيفتنا بالاستوديو نور عيسى. صباح الخير نور، يسعد أوقاتك. صباح الخير، يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك ضيفتنا الجميلة نور. خلينا نحكي يعني بالمقدمة، حكينا نقطة كثير أساسية اليوم، ونحن عم نحكي عن فروق الأسعار وزيادة أسعار المواد أساسا زادت بالآونة الأخيرة 100%. فلما الواحد بده يحسب ألف حساب إذا كان بده يعمل تغيير ببيته أو خطوة بسيطة، ودائما نحن بنحب نحصل على بيت حلو، بيقول لك انا بدي بيت انيق، بيت جميل فخم. خلينا نحكي عن بعض العناصر بالبيت فينا نحن نعمل بعض الديكورات بس بنفس الوقت ما تكلفنا كثير. اكيد فينا نروح لهذا الخيار دائما. نحن مثلا انا دائما بنصح اذا كنا بدنا نعمل تغيير بقلب البيت بدون ما نتكلف كثير، ممكن نغير مثلا لون السجاده، ممكن نغير لون المخدات بالغرفه، ممكن نغير البرادي، يعني اقل تكلفه ممكنه نروح عليها. في عنا انواع كثير بهدول الخيارات الصغيره، في عنا اسعار متفرقه فيهم، يعني احنا دائما بنقدر نلجا لخيارات كثير فيهم. هي اول شغله كتغيير الوان بالفرش، بس مو الفرش الاساسي، الاكسسوارات تبع الفرش. حتى الاكسسوارات بقلب الغرفه، نحن تغيير بسيط بقلب الغرفه بالاكسسوارات، يعني اذا كنا حاطين فرضا لنقول اكسسوار ذهبي قلبناه على مثلا لون الكروم، كمان بيعمل تغيير بالغرفه. ممكن نضيف مرايه بقلب الغرفه بتعمل، ممكن قطعه اناره صغيره بقلب الغرفه تعمل تغيير كبير. هلا تكون هي صح جزء بسيط بس كمان بتأثر على كل الغرفة والجو العام. طيب نور، خلينا نحكي اليوم شوي ألوان الفرش. يعني الناس بتعرفي واحد بيجيب بيكون السنة مثلا هو وقت اشترى مثلا طقم الصالون موضة هاي الألوان فجابها ولبقها. كل سيزون بيصير أو كل فصل بيصير فيه تغيير بالألوان وتغيير كيف أنا بقدر غير لون الفرش من دون ما غير الفرش كله وتكلف بتنجيده من أول وجديد؟ صحيح، نحن فعلا كل تقريبا 10 سنين، خلينا نقول مو كل سنه، هلا كل سنه بتتغير الالوان بس كل 10 سنين عم بيتغير النمط العام لديكور البيت. لا انا عم بحكي على الالوان، ما رح احكي عن النمط. هلا اكيد ما رح اتغير العالم، التغيير عم بيكون كثير مكلف اذا كنا بدنا نغير كديكور عام. هلا التغيير الالوان كل سنه، انا دائما بنصح انه الاشخاص اللي عم تكسي بيتها حاليا اهم شيء تروح عليه اللي هو الفرش اللون الحيادي، لان نحن هذا بضل مع العمر دائما، يعني من هون ل 50 سنه على القليله بضل هذا الفرش لونه مناسب باللون الحيادي، يعني اللون خلينا نقول مثلا الرمادي الفاتح او الرمادي الغامق، البيجي فينا ناخذ الدرجات منه. دائما نقدر نحرك بالاكسسوارات، يعني نحن المخدات نقدر نغير بالوانها بشكل انه احنا ما نتكلف كثير. هلا في عالم بتخاف من الفرش اللي لونه فاتح، بيقولوا انه ممكن يتوسخ يبين عليه الغبره، هدول القصص. نحن حسب نوع القماش اللي بنختاره، يعني نحن صار عندنا متوفر بالسوق حاليا باسعار كثير مناسبه انواع قماش ما بتتاثر بهدول المواد، مسحه خفيفه دغري، فيعني نحن عندنا كثير خيارات. فدائما نفضل لون حيادي ونغير بالاكسسوارات، يعني المخدات فينا نحن حسب الفصل حتى صرنا نغير، نلبس وش المخدة بتناسب مع الفصل خلينا نقول أو العيد أو حسب شو موجود عنا، فبيعمل تغيير وبنفس الوقت ما بيكون مكلف أبدا. بس ذكرتي ألوان حيادية، يعني إذا خلينا نتوسع شوي بالألوان، مثل شو قلتي الرمادي، ألوان حيادي الأبيض، في ناس بتروح لدرجات البني، هدول يعني بعض الألوان اللي ممكن تكون أساسية. أنا في يكون عندي أكثر خيار اليوم. صحيح، لأن احنا اذا بدنا نروح للفرش نختار الوان، اسهل طريقه لحتى ست البيت ما تضيع باختياره تاخذ مثلا اذا اخترنا فرضا اللون الرمادي، تختار افتح درجه منه وتاخذ من درجاته، يعني نفس اللون تغمق وتفتح فيه. يعني ممكن مثلا الصوفه تبع البيت تكون مثلا اللون الغامق، الكراسي اللي موجوده هي اللون الفاتح، او يكون الطقم كلياته عنده من لون واحد مشان ما تضيع وتحتار كيف بدها تختار اللون المخدات المتناسب، او تلعب باللون بدرجات اللون بالاكسسوار المخدات. صحيح، يعني بالاكسسوارات بالمخدات نحن نفتح اللون، هيك بتصير هي سهله عليها تختار الالوان المتناسقه مع بعضها. هي اذا كنا نختار كالوان، اذا كدرجه لون فينا نروح للابيض، فينا نروح للبيجي،
فينا نروح للبنية. هلا انا دائما بفضل بالفرش بعد عن الفرش المعرق او فيه زخارف. صحيح صادق بتتغير كل فتره تماما، لانه بتتغير الموضوع بنفس الوقت كترتون مزعج للعين. يعني دائما القماش الساده بيكون مريح اكثر وبضل موضوع دائما. احنا بنشوف مثلا موف غامق، بوردو غامق، هدول الالوان بتحسي جريئه، بس كمان انه تلعبي على اللونيه واحده هون الاكسسوار بيلعب دور. انا اكيد ما بفضل لون غامق يكون بقطعه فرش اساسيه بالبيت يعني، لانه دائما مثل ما حكينا الموضه بتتغير. يعني انا ممكن هالسنه احبه، بعد فتره بتمل عيني منه، يعني انا ببطل يعجبني هذا اللون. فلا افضل اذا نحن حابين نروح لهدول الالوان تكون هي عباره عن مخدات، سجاده، ممكن يعني تاتشات صغيره بتعطي الجو اللي حابينه. طيب نور، هلا شو رايك عم نشوف شيء دارج جديد اللي هو مثل قطعه السجاد بس هي بتنحط على الفرش انه لتعطي ديكور وبنفس الوقت انه تحمي. عم تيجي مثلا ثلاث قطع تنحط على الايدين للطقم وبالنص مثلا ممكن تغير اللون والديكور، او عم نشوف الطقوم الجديده اللي صارت تتلبس. صحيح. انه بتتلبس مختلفه، في اللي بيجي له زنف، اللي بيجي ساده على حسب، وفي الوان مختلفه. شو رايك ببعض هي الحيل؟ هلا هي الحيل كثير مناسبه خاصه للبيت اللي فيه اولاد، يعني اللي فيه ممكن الفرش يتوسخ فيه، فانا بروح عليها دائما وبتكون سهله الغسل، سهله انه الواحد يشيلها، بغير الوان قد ما بده. صحيح، بتقدر انت تغيري فبتحسي بتغيير بقلب البيت. بنفس الوقت في عندي انا اشخاص بيحبوا يحطوا نفس لون الفرش ونفس القماشه كغطاء، بيضلوا حابين يعني اذا هن مشتغلين الفرش جديد بيضلوا شايفينه بنفس الروح وبيقدروا يغسلوه وينظفوه بسهوله. هلا هي حلول كثير منيحه، كثير اقتصاديه، بتغير اللون وسهله التنفيذ. ممكن مثل ما حكيتي نقدر نغير مثلا بطريقه التنجيد تبعها، تكون الى زم انه بيكون ما بيحبوا الى زم، بتكون يعني ساده تماما. ممكن ندخل الزخارف اذا مثلا الشخص بيحب هذا الشيء او الالوان القويه، لانه بتقدري انت بكل سهوله تشيليه وترجعي للون الحيادي. بس دائما بنروح للبساطه بالاساسي بالفرش. بالفرش. طب خلينا نحكي اذا حدا قرر مثلا يعمل بعض التغييرات بالديكور بعيدا عن الفرش، يمكن زاويه بالبيت فيني انا اعدل فيها بالجبسين، بالدهان او بالاضاءه، كمان نفس الوقت باقل التكاليف، وين بنروح؟ يعني مثلا مثل غرفه المعيشه انا قررت اعمل فيها اختلاف بسيط بعيدا عن الفرش، شو اللي بتنصحي فيه؟ يعني الناس بتحب تغير بس ما بتعرف بالذات شو بدها، او انه الاسهل، او انه يمكن اللي بكلف اقل. هلا نحن دائما عندنا بغرفه المعيشه، بما انه عم نحكي عليها، دائما انا بفضل يكون في عنا حيط مميز. يعني هو دائما غالبا بنروح عليه هو حيط التي في، فبتكون الحيط اللي عليه الشاشه ممكن نلبسه ورق جدران، حل تكلفته قليله، تغييره سهل مع الوقت. ما بفضل نروح للصبصين وهدول القصص، لانه يعني ممكن تكون منكه شوي موضه قديمه بتحسيها صارت، يعني ممكن تبطل موضتها. اما ورق الجدران بتقدري تغيريه على حسب الموضه اللي عم تصير، حسب اللون، حسب انت شو بتحبي بقلب بيتك. هذا اول حل. ثاني حل، في كثير اشخاص بتحب تروح للخشب. صحيح. تعمل ديكورات خشبيه. انا مع الخشب بس ما تكون كميته كبيره بقلب الغرفه، لانه اول شيء اللون اذا كنا رايحين على الوان البني هو لون غامق، فانا ما بفضل كثير نكتر الكميه. وبنفس الشيء اي شيء بنكتر منه بصير مزعج مع الحيط. صحيح. بنشوف الخشب قطع يعني نفسها بيعملوا قطع فنيه يعني بقلب الحيط ديكور بعيدا عن المساحه الكبيره الواسعه، وبتحسيها لمسه. صحيح. فنيه جميله. يعني ممكن نحن نحط رف مثلا عليه اناره، نحط عليه شويه اكسسوارات بسيطه فوق التي في، بيعطي الجماليه. ممكن بوكسات صغيره كمان بتعطي هي الديكورات حركه حلوه. المكتبات المتنقله يعني عم نشوف انه كثير صار موجود بالسوق، رف موجود انه انت بتقدر تجيبه وتحطه وين ما بدك باشكال متعدده، تعمل مكتبه اذا بدك بالحيط كله، واذا بدك ما تحط كمان. هلا خلينا نحكي شوي عن اللون الذهبي والفضي، صرنا عم نشوفهم كثير بدرجه كبيره، ان كان بالفرش ان كان حتى بالطاولات اللي صارت تنحط اللي بتعطي ايحاء السيراميك مع لون ذهبي او فضي. كيف بتشوفي ادخال المعادن بشكل عام بالديكور، سلبي ايجابي او لا؟ هلا اكيد هو حلو وبيعطي روح للمكان، بيعطي تغيير، بس انا ما بفضل كمان يكون بكميه كبيره، لانه هلا هو دارج حاليا، بجوز بعد 5 سنين بطل موضه، خاصه اذا كنا حاطينها كطاوله وهي خلينا نقول قواعد الطاوله ذهبي او لون ذهبي ما نمت مثلا قوي، بيكون هو جزء يعني اول ما نفوت دغري بيضرب على العين تماما. فانا بفضل لا تكون هي اكسسوارات بسيطه. حتى احيانا عندي بعض الاشخاص بيقولوا انه فينا نحط ذهبي ومثلا وفضي مع بعض، ايه كثير دارج هلا، بس انا بجوز بعد كمان كم سنه يكون ما نحب بطل موضه تماما. فانا دائما بفضل تكون هي اكسسوارات صغيره، ممكن برواز صور، ممكن لمبادير، ممكن
مراية عليها إطار، يعني تكون هي تغييرات بسيطة، أما الجزء الأساسي بالطاولة لا، بفضل يكون لون حيازي. كمان واحد من خيارات مثل ما حكيتي، إذا كنا بدنا نوفر بترس الطاولة ممكن نحط سيراميك بدل ما نحط ترس الخام، يعني هي كلها تقدر نلعب على التكلفة. هلا يمكن شيء بيشبه السيراميك بس هو مو سيراميك، يعني نوع معالج يمكن من البلاستيك او هيك شيء، تماما في عم يعطي ايحاء السيراميك والفخامه بس هو خفيف حتى بالوزن. صحيح في هيك شيء عندنا بالسوق وصار متواجد، بس بيضل الجماليه تبع السيراميك اقرب للرخام، يعني السيراميك القطعه الموجوده عندنا اقرب بجماليتها للرخام، وسعرها ممكن هي بالنهايه قطعه صغيره، سعرها كثير مقبول ومناسب للجميع تقريبا. ففينا نروح لهذا الخيار، بس ما بفضل الاشياء الذهبيه تكون بكميات كثير كبيره وبقطع اساسيه بالغرفه. طيب نوره، كثير يمكن من البيوت القديمه او بيوتنا دائما كان يكون عندنا زاويه هي زاويه المكتبه، يعني وقبل بتلاقي كيف الديكور بيختلف او الموديلات بتختلف وكيف بتتغير. قبل كنا نشوف مثلا اذا مو المكتبه من الحيط للحيط هي مو مكتبه، يعني قبل الخشب القديم، اليوم عم نشوف لا، كل ما هيك هي المكتبه عم تصغر وحسب التكلفه حتى. فالمكتبه مثلا بغرفه المعيشه او الرفوف هيك الصغيره قديش بتعطي جماليه ولمسه، والمساحه يعني بتلعب دور. اليوم ما عم نروح لنحو كميات كبيره او حجم جدا كبير، احيانا بتشوفي لمسه بسيطه بتقول يعني بتلاقي الموضوع اختلف او فرق على الحيط. صحيح مثل ما حكيتي، نحن المكتبه كل ما لها عم بتقل بالبيوت بسبب المساحه، لانه نحن بالبيوت القديمه البيوت العربيه بتلاقي كانت المساحه كثير كبيره، يعني بتذكر ببيتنا عالية. صحيح ما كان، فلهيك بنقدر كنا نروح لهذا الخيار. لهيك هلا حاليا عم نفضل الشغلات الاساسيه تكون هي موجوده بالغرفه على قصه المكتبه، لهيك نحن بنروح لممكن للرفوف، ممكن خاصه اذا حطينا يعني حتى حاليا الكتب، في كتب تزيينيه صارت صح، مو بس انه ضروري كتب. بس انا بتنصحي بالرفوف، يعني بتحسي المكتبه القطعه واحده بالكبيره بطلت موضه، ما عاد مرغوبه مثل قبل. صحيح لسه موجوده بمساحات معينه، يعني لها مكانها الخاص لحتى تقدري تستخدميها، ما عادت متوفره حاليا هي المساحات. صحيح الكبيره. لهيك نحن عم نروح للرفوف، حل عملي، حل اقتصادي، بيعطي جماليه، ممكن ندخل فيه اناره مثلا، ممكن الاناره تضرب على الكتاب تعطي جو كوزي بقلب الغرفه، اذا حدا بحب يقرا مثلا نعمل له هيك كورنر خاص فيه، تكلفته كثير سهله لحتى الواحد يقدر يعملها، فلهيك بنروح لخيار الرفوف اكيد. طيب خلينا نحكي كمان اليوم عن افكار ممكن نعملها اول ما ناخذ البيت، يعني غير التغييرات اللي ممكن نساويها مثل حكينا عليها ونحن قاعدين بقلب البيت، لا في تغييرات فينا نبلش فيها من قبل، بتعطينا طبعا ضمن تكلفه معقوله وبنفس الوقت بتعطينا هذا المظهر الفخم. في كثير ناس بتحب الكورنر بس بتخاف اذا عملت كورنر او زاويه انه تاكل من المساحه، خصوصا بالبيوت الصغيره، فشو بتنصحيهم؟ اهم شغله انا بنصح فيها نعرف المساحه اللي عندنا موجوده بالغرفه تماما، ناخذ قياساتها قبل ما نشتري الفرش. كثير في اشخاص بينزلوا بيشتروا الفرش ولسه البيت بيكون مانو مكسي، يعني نحن بعد الاكتساء المساحات بتصغر عندنا حسب نوع البلاط، حسب الطينه قديش اخذت كميات، يعني كل هدول القصص. فانا بفضل دائما بعد ما نخلص هالمرحله ننتقل للفرش، نبعد بالفرش عن الفرش الضخم. يعني احنا عندنا قياسات ستاندر بقلب الفرش بنشتغل عليها، بس بنفس الوقت في عندك فرش ضخم، في فرش بتلاقيه هيك ناعم بسيط، دائما بنفضل نبعد عن الفرش اللي قياساته كبيره لانه بياخذ مساحه اكبر، على حسب كمان اكيد حجم الغرفه. نبعد عن كثره الديكورات، يعني احنا كل ما كثرنا الشغله كل ما صارت مزعجه للعين. حركه بسيطه بقلب الغرفه بتعمل تغيير وبتعطي جماليه بنفس الوقت ما مكلفه. نعمل حيط واحد بس فيه هيك جماليه، قلت انا اذا كانت غرفه معيشه ممكن حيط التي في، غرفه مثلا النوم ممكن الحيط اللي ورا التخت. حتى بفتره معينه بالسنوات السابقه درجة موضة الحجر صارت كثير عالية، تركب حجر بقلب بيتها كديكورات، أنا ما بفضله لأنه أول شيء هو الحجر هو شيء قاسي على الحيط. صحيح. وبتبطل موضة، يعني خلينا نروح للديكورات السهلة التغيير وبنفس الوقت تكاليفها قليلة وبسيطة. ويمكن هيك عم تمرقي خلال حديثك هيك عم نتذكر إنه كيف فعلياً اختلف الديكور، كيف اختلفت مساحات البيوت، حتى الفرش، يعني لما نقول إحنا نبعد عن الفرش مثلاً الصوفايات الضخمة، قبل تحسي كان في ضخامه كثير كبيره والعدد اكبر، اليوم لا، بتشوفي الطقم اختلف، صار مثلا قطعتين مع صوفايه ثلاثه، قبل كنا نشوف مثلا ثلاثه باثنين باربعه،
كان في مساحات. هون كمان نقطة مهمة قلتي إنه لازم الواحد ما يشتري مثلاً أو يفرش بيته قبل ما يعرف المساحة لحتى يعرف كيف بده يشتغل. هاي نقطة كتير مهمة يمكن الكل بيوقع فيها اليوم. أي حدا حابب هيك يسكن جديد أو يبدل بيته أو يتزوج جديد ما كتير بينتبه على هذا التفصيل. صحيح، يعني نحن بالسنوات السابقه مثل ما حكيتي كانت الفرش عندنا ضخم، كان يدخلوا له الخشب. هلا لا، العالم عم تروح للبساطه اكثر، الفرش الناعم. بجوز بعد كم سنه ما نعرف بجوز ترجع الموضه القديمه. فدائما ناخذ حل بسيط يتناسب مع كل السنوات اللي عم تتغير فيها هي الموضه. مثلا الفترات الماضيه كانت الخشب والحجر كثير دارج. صحيح. بالحيطان. هلا لا، بالعكس عم يروحوا للبساطه قد ما فيهم مع ورق جدران. فأهم شيء نحن نتبع شيء يكون مناسب لكل، يعني أي تغيير بصير نقدر نغير بتكاليف قليلة. والإنارة دائما نختار إنارة بالأسف تكون بسيطة تتناسب مع كل المراحل. كثرة الإنارة كمان بتصير مزعجة وتعمل تشويه الديكورة. طيب قبل ما نختم نور، اليوم في كثير ناس بتدخل على بيت هي مستأجرته أو الأغلبية العظمى خلينا نقول، فإمكانية التغيير شوي صعبة ضمن البيت وخصوصا بالاساسيات، انه مثلا يكسي الجدران شيء بعدين يكون صاحب البيت ما بده هذا الشيء. حتى ورق الجدران احيانا بيكون صعب عليه يعمله، او يمكن الدهان فقط اللي بيقدروا يعملوا. طب شو الافكار البسيطه هيك سريعا ممكن يعملها حدا داخل على بيت بده يحسن منه بس هو طبعا ما بيقدر يمتلك التغيير الجذري فيه؟ دائما بنصح للشغلات المتحركه اللي نقدر نحن ناخذها اذا كان هو البيت فرضا لنقول الفرش للمستأجر مثلا. دائما بنصح انه يشتغل على الشغلات اللي هي ملكه، يعني نحن لا نشتغل على الحيطان، لا نشتغل على الاسقف، الارضيات، نبعد عن هدول القصص اصلا. مثل ما حكيتي بجوز صاحب البيت ما يرضى بهذا الشيء. لا بالعكس، نحن فينا بس اذا كانت غرفه بيضاء خلينا نقول ما فيها ولا اي ديكور، مجرد ان احنا نحط فرش حلو متناسب مع مساحه الغرفه، نلعب بالمخدات تبعيته، بالسجاده، بالطاوله، ممكن الاكسسوارات اللي بقلب الغرفه، نحط كم رف هيك خشب صغير ممكن. ممكن الرفوف اذا كان في امكانيه انه نروح لهدول الحلول التثبيت بقلب الحيطان. كل هدول الشغلات البسيطه بتعمل تغيير كثير كبير، وبنفس الوقت هي ملكنا يعني، وتكلفتها كثير قليله مقارنه اذا كنا نشتغل. بنقدر نغير بالجو بالستايل على حسب نحن شو بنحب وبتكلفه قليله. بالختام اكيد مهندسه الديكور نور عيسى كنا سعيدين بوجودك اليوم. شكرا كثير لك. شكرا لك. شكرا لك كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها.